البابا فرانسيس يعلن في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في روما قداسة الأم تيريزا الراهبة الكاثوليكية التي اشتهرت بمساعيها الخيرية من أجل الفقراء والمنبوذين في العالم، ويمنحها لقب قديسة كالكوتا. تيريزا اشتهرت في الهند بالسار الأبيض المخطط بالأزرق وهي تزور المرضى والبؤساء للمساعدة والمواساة. الأم تيريزا أو أنيس غونكسا بوياكسيو كما هو اسمها الحقيقي ولدت عام 1910 في سكوبيا في ألبانيا حينما كانت هذه الأخيرة جزءا من الدولة العثمانية، ثم دخلت الديرة في 18 من عمرها وأرسلت إلى أيرلندا قبل انتقالها إلى البنغال فكالكوتا في الهند حيث نالت شهرة عالمية. في العام 1950 أسست جمعية مرسلات المحبة المعروفة بحياة الزهد وعمل الخير. تيريزا حازت جائزة نوبل للسلام عام 1979. إعلان قداسة تيريزا يجري وسط إجراءات أمنية مشددة.